فالله ستره في بيته، هل يدخل ضمن بما حفظ الله؟ هو مش المعنى الأساسي في المسألة، ولكن أيضا حتى لما بتكون المرأة حفظت غيبة الزوج، هذا بيكون بتوفيق الله لها، توفيق الله لها وحفظه لها، لأنها أصلا قانتة وطائعة. وأنا لذلك بحبش ما يقولوا بعض أهل اللغة إنه قانتة بمعنى خضعة، لا، هي طاعة بخير ومقترنة بخشوع، طاعة بخير ومقترنة بخشوع، يعني أفضل ما نقول خضوع. تمام؟ خضوع، لأنه خضوع ممكن ما يحملش معنى الخير والرضا، الخضوع ممكن ما يحملش معنى الخير والرضا، لكن الكنوت فيه خيرية وفيه رضا، لأنه هو كما قلنا في النهاية الطاعة لمين؟ الطاعة لله سبحانه وتعالى. لا نستطيع أستاذنا نقول أنه قانتا يقابلها تخافون نشوزهن، يعني هناك خضوع تطامن برضا وخشوع، وهناك نشوز اللي هو ارتفاع، فكأن اللفظين في بينهما نوع من المقابلة. أيوة، هو الناشز زي ما قال الشيخ، هو فيه حركة في جهة إيش؟ الأعلى. بس مشان أوضح أكثر معنى النشوز، إحنا بنستخدمها في العامية، أو وإحنا نتكلم نقول صوت نشاز. صوت نشاز إذا بتلاحظوا ما بنطلق إنه نشاز إلا لما يتوفر فيه ما يلي، بيكون عالي عالي وجاي على خلاف السياق. يعني مثلا السياق بيكون كله رتيب ومنظم بشكل، بيجي هو إيش؟ بطلع هيك، بطلع إيش؟ بطريقة منفرة مضطربة. إذا يبدو مش أي ارتفاع على فكرة بيكون نشوز. لذلك هم بيقولوا مثلا المكان الناشز المرتفع، يعني طب ليش ما نقول المرتفع؟ بس يبدو بيكون ارتفاع يخالف ما يحيط فيه وسياقه، مش هيك؟ ومن هون بنقول صوت نشاز. دائما صرنا في النشوز، إذن كيف عرفا بصير النشوز؟ أولا هي الآية قالت واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون، يعني هي في نشوز ظاهر منها، ولكن هذا النشوز الظاهر صار بخوف، مش معناته زي ما بيحاول بعض يفهم انه متوقع نشوزها. ايش متوقع نشوزها؟ لا، نشوزها بخوف، لانه هذاك ضد العدل على فكره، الفهم الثاني اللي عنه. واللاتي تخافون نشوزهن، يعني نشوزها صار مخيف، بخوف انه له عواقب، بخوف له عواقب. ولا يعقل يجي الدين يعطيك مجرد صوره، مع انه ممكن تكون له صور مختلفه. هذا النشوز اللي بيخوف، النشوز اللي بيخوف له صور كثيره ممكن، فبالتالي الدين ما بيجي بيعطيك مثال، مثال لا يغني، لانه ممكن يكون في صور كثيره للنشوز اللي بيخوف، النشوز اللي بيخوف. فاذا هي المراه معناته خرجت عن الاحضار، استعلت وخرجت عن ايش؟ السياق الطبيعي، خرجت عن السياق الطبيعي، مسميه نشوز. ها؟ ونشوزها بيخوف، من خاف عواقبه، من خاف عواقبه. أما قضية الإشكالات اللي بتحصل بين الزوج والزوجة والتنافر اللي بيحصل أحيانا والتلاسن، هذا من طبيعة الحياة، هذا مش ما له علاقة بالنشوز، هذا إشي عارض، ممكن تغضب هي مش هيك وتحكي بكلام مثلا، الحكيم ممكن ما هو بيعرفها إشي، وبيعرف إنه هذا كلام، وإنه هذا يعني عند الغضب ومشي. هذا مش النشوز المذكور هنا، يعني إنها والله ردت في وجهه مثلا مرات، أو ناقشته في الموضوع، أو ما هوش هذا النشوز، لا، هي تخرج عن السياق المعروف
وخروج ايش؟ كيف لما نقول صوتنا شاذ ومنخاف؟ منخاف ايش؟ عواقبه. عواقبه. ولا تي تخافون نشوزهن. اذا النشوز حصل صرنا خايفين منه. نشوز حصل وخايفين منه. اي نشوز؟ لا مش اي نشوز، لانه هذا ممكن في نشوز زي ما قلنا ردت في مثلا نتيجه عصبيه كذا عادي، هذا مش النشوز اللي بخوف، احنا نتكلم عن النشوز اللي بخوف. ولذلك الاحاديث الشريفه اللي جت بتفسر هذه الايه مثلا من الاحاديث التي صحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن قضية يعني علاقة النساء بالأزواج، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لحظة، فإذا فعل، لحظة، فإذا فعل، الرسول عم بيقول، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم عم بيستخدم الآية كمان في توضيح المسألة، إلا أن يأتين لحظة بفاحشة، فاحشة يعني فعل كبير، هي معنى فاحشة. يعني في ناس بتصور انه كلمة فاحشة بتعني دائما بس الزنا، لا، الفاحشة اي شيء يعني كبير كبير، كيف لما نقول مثلا ضربه فشجه شجة فاحشة، ايش يعني شجة فاحشة؟ يعني كان جرح كبير، تمام؟ بفاحشة الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فاذا فعلن، لاحظوا شو قال، فهجروهن في المضاجع، والعجيب ايش قال؟ والعجيب واضربوهن ضربا غير مبرح. حتى لما بيأتين بفاحشة ومبينة فاحشة وما نختلفش فيها، كمان بفاحشة مبينة كمان الضرب مش مبرح، تصوروا، فهجروهن في المضاجع، يعني بفسر الآية كمان، فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، هاي ممكن طبعا الضرب من يجي، واضربوه هنا ضربا غير مبرح، وهذه كررت على فكرة، كررت الضرب غير المبرح في حديث ثاني، وإن لكم عليهن، يعني من حقوق الرجال على الأزواج يعني على الزوجات، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم من تكرهون بشك أو من تكرهون، المهم شو يعني، شو يعني لا يطئن فرشكم؟ يعني تستضيفش هي في بيتها، تستضيفش في بيتها أنت واحد بتكرهه ومقايل لها أنا هذا ما بدي في البيت، بتكره تروح هي لا. هذه القضية الثانية اللي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الضرب غير المبرح، وكما برد أكرر، والعجيب أنه وهي تأتي بفاحشة قد يردعها الضرب، قال لك حتى إذا بدأ هذه الفاحشة ما بردعهاش إلا الضرب بده يكون غير مبرح. شو يعني غير مبرح؟ يعني مش شديد مجهد مؤذي، مش شديد. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا حتى هذا الضرب شو قال؟ ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. لحظة، لا تضرب الوجه، يعني حتى لو بده يضرب ممنوع الوجه، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. تقبح ايش؟ يعني يهين، يهين بالكلام القبيح، ولا تقبح، وفرض بده يهجر، ولا تهجر الا في البيت، مش يهجر في دار روح ضربوه، في البيت، لانه هو الهجر بده يكون علاج ويشعرها انه هو يعني غضبان ومش راضي، تمام؟ هذه مسائل طبعا اذا بيجي الاحاديث الشريفه وبتبين تفاصيل ما جاء مجمل في القرآن الكريم. دكتور أيمن بتحب